طيب السؤال اللي سألنا ده على القناة في الكومنتس قبل كده ما كناش عرفنا ننزل الفيديو في الحلقات اللي فاتت، لكن النهاردة في الحلقة دي هننزل الفيديو وهنرد على السؤال ده. فأنت لو مهتم إن أنت تعرف إجابة السؤال ده يا ريت تكمل معانا لآخر الفيديو، يا ريت تعمل سبسكرايب من تحت. تمام، أول حاجة هتعملها هتروح على زرار اللي هو البروفايل ده، هتلاقي الإيميل بتاعك متسجل، لو مش متسجل لازم تعمل لوجن، الاشتراك فري عامة. بعد كده هتروح لزرار المور افكتس، هتدوس عليه هيبدأ الفيلمورا يحمل لك الموقع بتاع الفيلمورا عشان خاطر يحمل لك الافكتس. هتدوس على زرار الفري، هنختار فري. بعد كده هتنزل تحت هتلاقي أكتر من افكت، انت ممكن تختار منهم اي افكت براحتك. طبعا احنا طالما دوسنا على فري هيجيب لنا حاجات اللي هي المجانيه، هنختار الافكت بتاعنا وهندوس على فري داونلود، او ممكن تشغل الافكت تتفرج عليه الاول قبل ما تعمل له داونلود. انا دلوقتي هروح على زرار اللي هو الفري داونلود وادوس عليه، وبعد كده هيطلع لي الشاشه دي، هدوس على افتح الرابط عادي عشان يربط البرنامج بالكروم عشان يبدا يعمل داونلود. هيفتح لي الويندو اللي هي بتاعت الداونلود، هيبدا يحمل معايا الافكت بتاعي، وانا هستنى لغايه لما يخلص تحميل، انا هقطع الحته دي عشان اجي في اللي بعديها. هنا انا خلصت تحميل، هيكتب لي جنبيها كومبليت. كومبليت دي يعني خلاص هو كده الافكت ده اتحمل عندي على البرنامج. هروح بعد كده هبدا اقلب في الافكتس اللي موجوده عندي، هلاقي الافكت ده موجود عندي هنا في التحميل. انا هنا لو لاحظت ان انا ادخل هنا على التايتل هلاقي ان التايتل موجود جواه اكتر من افكت، الافكتات دي كلها اللي هي الافكتس القديمة. تمام، هتلاقي هنا في زرار من تحت على الشمال اللي هو مور افكتس، هنزل انا دلوقتي على المور افكتس اهو، هلاقي المور افكتس جواها اكتر من افكت. تمام، الفيكس الموجودة دي هي الفيكس اللي أنا عملت لها داونلود دلوقتي، يعني أي فيكس هتعمل لها داونلود هتلاقيها موجودة عندك هنا، بتقدر إن أنت تعمل لها آد في التايم لاين بتاعك، وتقدر إن أنت تعمل أي تعديل زي ما أنت عايز. أنا هجرب دلوقتي إن أنا أنزل الفيكس وهعمل لها بلاي، هتلاقي إن هي متقسمة في أكتر من حاجة، تايتل أو إليمنت أو الكلام ده كله. أنا هنا هنزل اللي هو الإفكت ده أهو اللي هو مكتوب فيه سمر، انا هجرب ان انا اعدل فيه، ادوس عليه دبل كليك هيفتح لي كل كلمه لوحديها، انا هدوس على سمر واغيرها واخليها مثلا المقدمه او مقدمه، واكتب لك في الافكت في التكست اللي تحت اهو اكتب لك اي خدمه. تمام، يبقى انا كده غيرت الافكت بتاعي وغيرت قصدي عملت داونلود الافكت من الشوب بتاع البرنامج، وانا ان انا عملت افكت وبرده ضفته في التايم لاين كده، ما اعتقدش ان في اي مشاكل هتواجهك. لو في اي مشاكل واجهتك تاني يا ريت تعمل لي سكرين شوت.